مشاهدينا الكرام متتبعي الأيام 24، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الجديد من أمام محكمة الاستئناف، وفي إطار دائما تتبعنا للقضايا اللي كنتناولوا، وكيف ما كيعرف الجميع وجميع المغاربة طالعوا على القضية والقصة ديال شابة اللي هي متزوجة، كانت متزوجة وعندها جوج الوليدات، واللي تعرضت لاختطاف تحت تهديد واغتصاب جماعي من طرف 7 ديال الناس، واللي كتقول أنهم انتقموا منها بناء على بعض الشكايات اللي وضعات يعني في حقهم لمحاربة الفساد. اليوم السيدة جات لهنا المحكمة ودارت شكاية الوكيل الملك، غنشوفوا معها التفاصيل. السلام عليكم، عاودي لينا اشنو وقع لك داك النهار باش نذكروا المغاربة اشنو وقع. هذا الشعب كتخلق بوحدايا. شوية واحد بغاو مني، وانا كنترجى فيهم وكنغوز وكنبكي، ما بغاوش يترجوا فيا، ما بقيتش فيهم هاد الناس، ما بقيتش فيهم. واحد بواحد كيتم جاي عندي مارس معايا، واحد شويه كنسمع الكلاب، شكل الكلاب حدايا. قلت لك اختي واحد شويه كنسمع صوت الكلاب حاشا كتنبح حدايا، هذاك الكلب كيغوت حدا ودني، حدا ودني كيغوت، داك الكلب اللي كنسمع انا كيغوت حدايا. كنسمع صوت حاجاك الكلاب حدايا كيتنابحوا حدايا، في انا البلاصه اللي فيها انا فيها غير كلاب حاشاك، ما عرفش راسي انا فين، ما عرفش راسي انا فين، ما عرفش انا راسي فين. واحد شويه كنسمع ثاني وقف حدايا موتور، هو تريبورتور اللي وقف، موتور تريبورتور هو اللي وقف حدايا، وبقيت زاد واحد شويه ثاني خداو لي التليفون وشعلوه ثاني، شعلوا التليفون صونع لي الاب ديالي، كيشوفوا با كيصونع لي كيقطعوا ما كيبغوش يدوزوا لي الاب ديالي. بقيت حتى واحد اللحظه ثاني وكنسمع ثاني السيد كيهضر في التليفون كيقول لها كون شفتي حالتها راه كتشفي شنو دار، كيهضر مع المهم كيهضر مع مراه هذيك الساعه، كيهضر مع مراه كيقول ما عرفتش انا، كيقول لها كون شفتي حالتها راه كتشفي شنو درنا لنا ما تاكليهاش، كون شفتي حالتها هكاك. وانا كنترجى وكنبكي وكنغوت كنقول لهم غطلقوني مشي في عيالي، ما بغيت ما عندكم حتى شي حاجه غطلقوني، شنو درت لكم؟ كيقول لي سكتي شي هضره خايبه كيعايروني بها، شي هضره خايبه ما تسمعش شي هضره، حنا جينا قال لي بغينا كنقصر راه جينا كنقصروا بك هاد الليله. واش انتقام منك؟ اشنو كان العداوه اللي بينك؟ انتقام 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 العشيقه ديالو، هاد عادي، هذا غادي نتقم العشيقه ديالو، حتى انا كان معايا نزام مع الناس هو تدخل، هي جا هي اختها، اختها اللي ساكنه فوق مني، هي بعيد، هي غير جات باغا انت هي تجي من اختها، هي ما ساكنهش حتى هي معايا، انت
اه مضربه مع بعضياتنا داك الجيران، ودخلت هذا السيد ودخلت هذا الشخص ودخلته فينا. يعني انا ما عنديش فيها، كانت قضيه الام ديالي تنازلت رغم على نفسي تنازلت، هو ضغط عليا باش انا نتنازل. كيجي كيجي مع مسيمان وكيجي للدار عندنا، كيجي عندنا للدار كيجي عندهم كيجي كيقول لي اجي، كيطلعني عندهم فحا كيقول لي اجي تصالحي معاهم. وهاد السيده نورا مشيت انايا ما غنصالح معاهم، ما قربتش ليا ما نقتنيش وما تسامحتش معايا، بقات حاقده عليا ما لحقاتش ليا كاع نهائيا، ما بغاتش تجي تسامح معايا. وكيك وانا مشيت سامحت معاهم وخفت انا الضغط عليا وخفت، كيقول لي انا القضاء ديالي في جنبي، كنعرف وكيل كنعرف هذا كنعرف حموش كلشي جبدهم ليا، كيجبد لي بورطابل كيوريني تصاور كيقول لي تشتي انا مع من مصور انا مع فلان انا مع فلان. صافي قلت السيد بصح، وملي كنمشي على الدار كذا المشروع في صفهم يعني صافي ما عنديش فين غنمشي، ما عندي عندي غير الله سبحانه وتعالى اللي عندي. تنازلت وتنازلت خفت وتنازلت، ورغم ذلك انتقم مني السيد، انتقم مني. كتحملي المسؤوليه ديال انه هو هاد السيد؟ كنتعامل المسؤوليه هو اللي انتقم مني. ما رحموكش؟ ما رحمونيش. وهاديك السيده دابا فين هي؟ ما كايناش. مني وقع سمعت المشكل ديالي ما بقاش دارت تما، ما كايناش. ودابا هو فين؟ لا هو خرج بحالة صراحة، حيت هو جا تقدم بلا بيا انايا، وانا ما بلغونيش دارك، ما جاتني حتى شي سيد ما جاني حتى شي تليفون، ما جاوش عندي كاع للدار نهائيا، ما بلغونيش. يعني انا باش عرفت هاد السيد غادي يدوز عند هنا عند الوكيل، ما عرفتش انايا كيسحب ليا انا، قالوا لي بقاي راك مريضة حالتك ما تسمحش لها باش تمشي المحكمة باش غنجيو عندك، دابا تنبغيك وغنجيو عندك، هادشي اللي كاين. انا كيسحب ليا السيد باقي في التحقيق، باقي عندهم هما عند دارك، من غير تقدم راه يقولوها ليا. حتى كنتفاجئ خرج باللايف وكيقول لي ما انا خرجت من عند قاضي التحقيق والناس نزهاء وعرفوا الملف ديالي ما فيه والو، وانا هادي والسيده ما حضراتش ما جاتش هربت ما بغاتش، وبلغوها الدارك وما جاتش. انا ما بلغونيش الدارك، الهضره ما كايناش، ولا قال لك انا بلغني الدارك نتحمل المسؤوليه. هاد اللي جاو عندي نتحمل المسؤوليه، اللي جاو عنده قالوا لي يلاه وما جيتش. شنو هذاك اللايف اللي خرج فيه وكيتهمك انك انت الدراري الحبس ما فهمتش؟ ما فهمناش هذاك اللغز، كيفاش الا كان ممكن تشرحي لينا؟ انا استاذه ماشي دخل الدراري هكاك باطل الحبس، هاد الدراري هما ثلاثه الناس بزنيزه كانوا في عندك كيدير كيتاجروا المخدرات، كيتاجروا في شي المخدرات، كاين اللي كيبيع القرقوبي حتى دارنا حتى المنزل ديالنا، حيت السلطه حيت هما اللي غيقول لك علاش هاد السيد كيبيع حداك وانت ما كتبلغي، اذا انت تتي معاه. انا خفت على راسي وعلى والدي مشيت تبلغ الجيران خافوا، انا ما بخفتش، انا مشيت واش كيقول لك الا شتي الفساد بلغي، انا بلغت، انا مشيت بلغت عند الدار هكذا البني خلف ما بغاوش ما بغاونيش نبلغ، هو وصاو هاد الناس وصاوهم ملي تشدوا قالوا لي جروه وجروني فعلا، والقانون قد عرفني انا بارئه وخرجت حيت انا بلغت بهاد الناس. مشيت عند المركز القضائي الجيش الملكي، مشيت عند القائد ديالهم دخلت عنده وقلت ليه شي ناس كيتاجروا في مخدرات حدا دارنا وداك الشيء دار معايا، وقال لي انا غنجي عندك، وجا نعين المكان ولقاهم كيبيعوا المخدرات وشافهم. الغد جاب القوه، جا هو وجاب الجندارم واعتقلهم شدهم. يعني هو راه عرف الحقيقه، يعني هاد الناس كيتاجروا في المخدرات وفعلا بزنازه، يعني لا علاقه معاهم، انا بلغت فيهم باش كيبيعوا المخدرات، كنقولها كنعاود نقولها محمله مسؤوليتها. دابا هادشي ملي دخل ولاو عليا اللايفات والمعايير كيعيروني هادوك البزنيزه، يعني كيتسمى هادشي انتقام، يعني حتى هما داخلين في هادشي. يعني هادشي اللي وقع انتقام، هو اللي بشد هادشي ودار معاهم لايف، هذا عادل كيقول لهم قولوا لي انتوما شهدوا فيها بالهضره الخايبه وهادي وهادي، راه هو توا كان تما هذاك النهار معاهم مجمع هذوك الدراري، حيت هو اصلا توا كيتاجر في المخدرات توا بزناز. السلام عليكم. شنو تبغي تقول لي على هذا الشيء؟ التهم ديال بنتي، ملي كيقولوا هاد كيديها باها و كيديها باها، واش كاين شي اب يدي بنتو؟ حاشاك. انا هاد الناس خصني نتابعهم قانونيين على سيد الوكيل. هاد الناس بزنازه جاو من البزنازه اصحابهم، وهاد البزنازه اللي كيقول لك كتشد الدراري، هاد الدراري راه شدهم السلطه كيبزنزو بالحشيش، والسلطة راه كلشي، وشو يسمعوا يتابعوا السلطة واش شدوهم على الحشيش ولا شدتهم بنتي؟ واش شدوا على البزنيز ولا شدتهم بنتي؟ بنتي غير بلغت للدرك، والدرك جاو داروا خدمتهم، هما اللي شدوهم كيقول لك كتشد الدراري وكفاسدة وكذا وكذا، حنا كنرضاو بالناس الكبار اللي كانوا جيراني تما وكلشي، لا كانوا قالوا هذا أنا راضي. والسلام عليكم. انتقام انتقام انتقام، استاذه هادشي انتقام استاذه،
هادشي راه ماشي هو بحق الاسلام هادشي اللي كيديروا لبنتي. راه ما بقاش نعري راسي ولا بنتي تعري راسها ولا وعندي نسابي وعندي ولدي وعندي نسيبي داخل موظفين، راه ما بقيناش كنعريو راسنا والو. هاد الناس ظلمونا بزاف، ظلمونا دعيناهم الله، الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق، الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق. كنطلبوا من السيد الوكيل ياخذ الحق ديالنا. والسلام عليكم. الناس يوقفوا معايا ويشوفوا من هذا. انا ما غناخذ الحق ديالي، هذا حقي ما بانش مع هذا السيد، حق ديالي ما بانش. انا ظلمت في الحق ديالي وتكرمت في الشرف ديالي في الكرامه ديالي قدام العائله ديالي. انا شنو الناس غنحط عليهم الباطل؟ انا غنحط على نفسي وغنقول وقع لي وقع لي. انا منحمل المسؤوليه ديالي، الناس تكرفصوا عليا وخصهم ياخذوا العقاب ديالهم. انا بغيت الحق ديالي وبغيت الناس يوقفوا معايا، والناس مسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا يشوفوا في المسطره ديالي وحقوا في هذا الشيء. انا رضيت الحق ديالي. السيد تكرفص عليا وتعدى عليا، اما الناس اخرى ناضوا كيقول لك انا درت ودرت، هما بزنازه. اذا الحقيقه راه بانت، انا عندي مشكل مع البزنازه وهادشي راه انتقام، راه انتقموا مني هاد الناس. انا بغيت الحق ديالي يبان. ندمتي علاش؟ علاش كاع بلغتي عليهم؟ الحقيقه استاذ انا ندمت كاع، انا مشيت للقانون وقلت انايا بلغت بالفاسدين وكيقول لك انتوما شتي شي حاجه بلغوا. انا ندمت علاش بلغت، ما حماونيش انا هاد الناس ما حماونيش. شوات راسي وكاك ما عماونيش والله. ولقيتها فاش كنتي كتطلبي فيهم والو؟ والو. عرفتيهم بالاسم؟ اه عرفتهم. الاصوات ديالهم؟ اه عرفته. هو الاخرين اللي معاه ما عرفتهمش، هو عرفته. شحال تقريبا كان؟ انا تقريبا من يداوني اختطفوني كانوا ثلاثه الناس، من وصلت تم انا ما بقاوش ثلاثه الناس. شفتيهم؟ اه. اللي كانوا يعني تقدري تعرفيهم؟ يعني هو شفته والاخر ما تعرفش ليا. واخا كان حدايا الله ما عرفتوش. اه هو عرفته. اليوم جيت وضعت شكايه. اه جيت وضعت شكايه الوكيل مالك وجيت عنده باش ناخذ الحق ديالي ويعاود نضرب المسطره ديالي وحقق مع هاد الناس. انا راه ظلمت الحق، انا ظلمت في الحق ديالي، ما قدرتش الحق ديالي. انا بغيت غير الحق ديالي، نصفوني انا بغيت غير حقي. انا راه مرض نفساني، مرض انا ما كناكلهاش، ما وقع عليا المشكل، عايشة غير بالماء. انا بغيت حق ديالي يبان، حقي يبان. انا كل مره كنمشي بغي نتعر، كنجي الدنيا والديه كل مره كنبغي نتعر. هاد حقي ما بانش ليا، الحق ديالي سيد خارج وانا تدمرت، انا تدمرت. انا بغيت حقي يبان، هادشي اللي بغيت. فاش مشيتي عند دارك الملك وعند يعني قاموا بالواجب كانوا معاك ولا حتى هما ما داروش معاك؟ لا ملي مشيت عند دارك الملكي ولا الجودان ديالهم كيستهزا بيا كيعايرني كيهضر معايا هضره ما عجباتنيش، كيقول لي عندك تعقري بشويه عليك هادي. يعني السيد بارد على راسو من جهته حيت هو السيد ديالهم، حيت هو السيد ديالهم، مايمكنش غير يجيو من جهتي انا ولا صافي. هادشي اللي كاين. اخر كلام تقدر تقولي اشنو اخر رساله توجهي للمسؤولين والناس ديال انا كنوجه